صوت عبد الله خماش. الله أكبر يا عبد الله خماش. عود العراق مرضاة للرب مطهرة للفم. هذا وصف عود العراق. الله يطول عمرك. هو كما عود العراق. يقول لك كما عود كما عود العراق. هنا زول. تو يمدحك والله. اسمعوا ما بقول الصدق إنه والله زول. هنا زول متقيق. لكن اللسان أبشروا باللسان اللي فص الحديد. والقلب أبشروا بالقلب اللي مربوط بحليب. الله يطول. أي والله. زين إذا زعل يطنقر. وش يسوي؟ رقبته ذي كلها تحول كذا. ويمشي. مرة مر عليه من زعلان. ما يكلم أحد. هو ما يفضفض. ولا يبي زعلان. كل اللي عليه إنه ينزل يدينه تحت. مر عليه عبد الله. مرت عليه عبد الله. مرت عليه عبد الله. ينظرني. ما فيني شيء. وراح. هذا بخصوص زعله. رضاه. والله لا يضحك هنا. دروبه الحرام لا وهضم. مقفر. معاملته. معاملته مع جميع الخلق. مرآة. ما يطول أبو. تطيب يطيب لين لين تزعل يزعل ترضى يرضى هو مرآة. هذا بخصوص عبد الله. الله يطول عمره ويجعلني فيه ان عند حسن ظن يا صالح. والله انا تعب معي تعب. الله والله انا تعب معي تعب صدق. تعرف تلقي ما شاء الله. بسم الله عليه. والله يا عيال ما تعب معي تعب. ما الله ما لي فضل يعني. لو أسوي ما أسوي ما في حد. يا عبود يا عبود. كم بتسوي معي أكثر والله يا عبود. يا الله أفدي. كيف إيش رأيك في عبد الله خماش؟ قبل نظرتك الأولة له ويوم عرفت عادي ترى وضع جلد ترى جلد ها خماش. لا لا بيجيكم الدور كلكم. كلكم. ما غير صارح عنكم أنتوا الاثنين. خماش بس. الحين خماش. أنا خماش. خلينا عمر خلينا عبد العزيز. عجل يا جد. شوف خماش. من عيوبه إذا كان عنده فعالية وأنت طرف فيها ما يعلمك وش دورك. يبلف جيك كذا وهو مربوش ومستعجل وعجل يرفع يرفع ألحقه يا رجال أسعى وراه يقول خماش وش وش أسوي يقول خليك هنا يلا هاي وسمرة ما انتهى وش ذا الدخول يا وسمرة والله ما انت لا والله صدق ما سلام والله انت عندنا يا ابو سمره كم باقي كم باقي ابو سمره ايش فيك اصبر بخبرك اصبر باقي 20 دقيقه ابو سمره باقي نص ساعه والله باقي 20 دقيقه ما قد انت علي الحرام انه لا خلق انت صح انت يا ولد والله انت مجهل مجهل ليه مجهل قم 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 فراش قم 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 لا يوقف قم 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 يا ولد برا قاعدين يصورون عمل ما له شغل في الشباب شو ما فهمت برا شفت اللي يصورون خلاص اسمع عادي وين المتابعين دقيقة معلم في البث علينا رسالة اللي كنت روح عطنا رسالة يلا عطنا صدى عطوا صدى الو لا ادري والله الو والله لا هذا الصوت حقيقه عادي الله يحييك ضيف اليوم ضيف اليوم ضيفنا حياك الله بدال فارس البشيري عطنا ابراهيم ابو سمره عادي عادي نعتبرها فقره نستضيف جسد حقت ابراهيم خليك عطى عطى حنبلش الساعة 6 جيتونا احنا على 10 دقيقة جيتونا احنا على علم يا رجال كنا قبل شوي كل واحد يصارح الثاني بعيوبه اللي فيه انا اقول عبد الله الخماش رهيب وكل شيء بس اذا كان عنده فعالية وانت طرف في الفعالية هو هنا ما يعطيك دورك انت طرف في الفعالية هو بس وش دورك وش لازم تسوي اذا قال نفس اليوم اليوم والله والله ما في واحد مو كذا الفكرة ما فاهم كذا لا اول ما قابلت ايام الدوله ايش ايش كان رد فعل الخماش زال لك ما زال لك بس في نقطه حبيتها ما حبيتها اول شيء اني حبيته إيه اول شيء حبيته لا لبيه نفس الدور ذا نفس اليوم كل العيال عبد العزيز بطلق صالح ترى تقديمهم اليوم ترى عفوي ومن رؤوسهم وانا كل شيء من رؤوس والله ما في اي احد لان احنا مربوشين الساعه 10 ادري 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 طيب ايش اسمه بس لبيه ما بقاطع بس بما ان خلص البث ودنا نسوي خلاص باقي ما خلص البث ها مايكات شوف شوف الدقيقه شوف الدقائق انت نقول الرجال العظيم لا صح تصوير هنا عليه لا كان عندكم برا قبل شوي لا الحين هنا
ما في احد ترى حنا هنا بس ابو سمره خير يعني دقيقه دقيقه بسم الله خلاص بنشوفك على خير ان شاء الله بس اصبر خلي على ابو سمره اي مخله لا بسلم عليه يا اخي بودعه وش عندك ايش سبت ليه سب ايش علم الجمهور بس حق جمهور يا عبد الله في البث على التيك توك بس على التيك توك تيك توك عادي دخل الشباب معي سمره يعني انت عادي روح انا والدلبه جنبي لا لا انت مين بوي مشكله بس مبدئيا نبدا هنا ابدا ابدا خمس دقائق خمس دقائق شوف يا الله ابو سمره بسلم عليك خايف عليك خلاص انه بيشيلونك تفتح باب توقع الاداره بيشيلونك يقول كيف تجي بالبث يا اخي خالد شوف شوف ادخل معك شنو اللبك ها يا جماعه في بث ادري ان اصحاب واخوان ولكن لابد ان ترد عشان وعليكم السلام السلام مشغولين مشغولين ابدا رمضانك البث اليوم انا صحيح ما عليه وانا يا شوف انا وانا لا جو اسمعوا لي بالكفر يطلع لي والله يستاهل انا لا جو مو بالكفر انا ما طول من البدايه والله ما طول يقول والله ما طول والله انت جماعه ركز معي هاي صوره يا هلا مرحبا يا هلا مرحبا علمني طيب ان البث وين فين حساب حساب عندنا في القناه عندي بث الحين اي ايه عندنا بث الناس يشوفونه برمج انت 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 والله يا عيال ما ادري ايش صار حن 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 صح صح البث البث شلون على الشاشه هنا خلونا على الشاشه هنا يعني احنا على الاداء احنا على التيك توك الحين الله يصبحكم بالخير ويطول اعماركم البث على قناه التيك توك التيك توك على قناتي حق ابو سمره تعالون انا ودلبج راح تستمتعون وبث ضحك وناس كمل كمل ايش كمل كمل البث كمل كيف هرد مخك كمل كمل يا مرحبا والله مسهلا خلاص خلي تقول انا تقول كان واحد داخل مجلس يرحب اوكي بس ما تاخذ بث هذا هذا اعطونا البث هنا تعال لو سمحت يا مرحبا والله مسهلا هذا عمر حلوة. هذا خالد وهذا الأشياء دلبج اليوم البث اليوم البث هذا دلبج